برضه بيشتغل على الكهرباء. هذا الجهاز شغلته شفط البلغم من المنطقة اللي هنا ممكن ينخنق ويتوفى. وإن شاء الله هذه الشغلة ما بتصير. حاولنا بكل الوسائل، إنه كان عندنا إحنا في الأول جهاز بيشتغل على البطارية معي الإخاء، وطلبنا يمكن للشقة، لأنه تعرف الشقة والطبعا دي كان لسحب البلغم بالجهاز هذا. ضعفات صحية طبيعي طبيعي يعني الغرفة عندك تضطروا تاخذوه على المستشفى. اضطر اخذه على المستشفى وقعد له 3 أيام. انا ولد الجريح يحيى جبر حميد. يحيى بيحتاج لكهرباء أساسية، عندنا الفرشة الطبية ضرورية جدا، عندك جهاز البلغم، لو احنا ما طلعناش البلغم من صدر يحيى ممكن يختنق ويموت. الشغلة الثالثة وهذه الأهم، عندنا حكاية الأكل، لازم يحيى ياكله مهروس، فعشان هيك إحنا بحاجة ماسة للكهرباء. الكهرباء لازم تيجي أقل حاجة عندنا 20 ساعة. ال4 ساعات يعني بنقدر إحنا نتفاداهم، لكن إحنا في النهاية بدنا كهرباء على مدار اليوم. عشان هيك إحنا بنطالب كل الجهات المعنية، كل إخواننا، كل حبايبنا، إنهم يوفروا الكهرباء للجريح يحيى. يعني احنا كله بندقق وبنقول على قصة الكهرباء. لا، انا كان في عندي تخت على الكهرباء طبعا بعد قصة الكهرباء. صحيح، هذا استعرناه برضه من وزارة الصحة.